صباح الخير على كل مشاهدي نايل لايف وشبكة ان تي ان، والبقاء لله في البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقوسية. انتقل إلى رحمة الله وإلى ملكوت السماوات امبارح البابا رقم 117 في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية، الجالس على عرش ماري مرقس الرسول، أحد الكراسي الرسولية الخمسة للمسيحية في العالم. بابا شنودة محدش هينساه، كلنا امبارح كانت ليلة حزينة علينا جميعا. أنا آسف إن أنا ببتدي الأسبوع بنعي البابا شنودة، لكن هو ده الخبر اللي مصر كلها عايشة فيه. النهاردة الأحد 18 مارس 2012، حلقة جديدة من نهارك سعيد، هنكون معاكم على الهواء من 9 ل 11 صباحا في حلقة كلها بتتكلم عن غالبيتها بتتكلم عن رحيل بابا الإسكندرية. قبل ما أتكلم عن أي فقرة أصبح على زمايلي. صباح الخير يا مي، صباح الخير يا أشرف. صباح الخير فادي، صباح الخير اشرف، صباح الخير على كل اللي بيتابعونا مره تانية، وخلاص العزاء لكل المصريين على رحيل البابا شنوده بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه. اكيد البابا شنوده كلنا يعني بنعلم انه رجل سلام، رجل وحده وطنيه، رجل كلنا ممكن هنفتقده الفتره الجايه، فتره بتمر بيها مصر بظروف خاصه جدا هنفتقد فيها حكمته. النهارده زي ما فادي قال هيبقى عندنا فقرات كتير حول رحيل البابا شنوده، هنبتديها بفقره مع استاذ نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان. صباح الخير مي، صباح الخير فادي، بقيه في حياتك يا فادي. صباح الخير مشاهدي، نهارك سعيد والبقاء لله في البابا شنوده اللي زرع الحب في كل المصريين، أو زرع الحب في قلوب كل المصريين، وعشان كده امبارح كل المصريين أقباط ومسلمين في حزن كبير جدا في كل قلوب المصريين لوفاة البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية. الحقيقة مفيش حد ممكن يختلف على إنه البابا شنودة كان كل لما يتكلم في أي موضوع كله كان يسكت ويقعد ويقول في سره إيه الحكمة الكبيرة اللي ربنا اداها له لما بيتكلم في أي موضوع. الرجل اللي شال كل هموم أقباط مصر وكان بيستعين بالله ويروح ليه يحاول إن هو يحل مشاكل الأقباط ويعرضها على الرب أو ربنا، وفي نفس الوقت يحاول يحلها من خلال الحكومات اللي مرت عليه. البقاء لله. النهارده من ضمن الفقرات النهارده زي ما قلنا انه مش هنبعد كتير عن وفاة البابا شنودة، لكن في نفس الوقت عندنا فقرات والاحداث اللي بتحصل في مصر، من ضمنها عندنا فقرة الصحافة الاستاذ خالد البلشي رئيس تحرير جريدة البديل الالكتروني. لكن كمان هيكون معانا فقرة عن الأحوال الاقتصادية في مصر وعن البورصة، هيكون معانا دكتورة بسنت فهمي وهي خبيرة مصرفية، هنتكلم معاها في الأحداث الاقتصادية في بلدنا. زي ما احنا متعودين في أول كل أسبوع وفي آخر كل أسبوع بنعمل فقرة عن البورصة، نعرف فيها التطورات واصلة لفين، وهل وفاة البابا شنودة ممكن تكون مؤثرة على البورصة ولا لا، ده برضو جانب هنسأل فيه. النهارده هيكون معانا عموما خلال حلقتنا عدد كبير من التقارير حول وفاة البابا شنودة، ويعني المفترض ايه يتم في خلال الثلاث ايام اللي جايه وعلى مدار الشهرين الجايين. هيكون عندنا فقره بعيده شويه عن رحيل البابا شنودة وهي مع الروائيه مي تلمساني وروايه جديده ليها روايه اكابيلا. في نفس اليوم اللي فقدنا فيه البابا شنودة، في نفس اليوم اللي اجتمع فيه مجلس الشعب والشورى عشان يحطوا الشكل العام للجنة المية اللي هيحطوا لوضع الدستور المصري لمصر مستقبلا، البقاء لله في فقدان البابا شنودة. هنروح لفصل. قبل ما تطلع الفصل يا اشرف، بس حابب اقول حاجه، انه صدر قرار انه هيبقى في اجازه لكل المسيحيين لمده 3 ايام علشان يقدروا يلقوا نظره الوداع الاخيره على بابا شنوته. هو هيكون محنط لمده 3 ايام، وده تقليد على مر التاريخ بيحصل لكل الباباوات، لانه كمان من اهم الحاجات اللي بتقال عن بابا شنوده انه كان اكتر بابا مسيس في تاريخ مصر، وهو ويذكر له مواقف كثيره منها انه رفض ذهاب مسيحيين مصر الى القدس عشان يزوروا قبر المسيح،
حتى يعني حتى يعملوا ذلك مع إخوانهم الفلسطينيين لما ياخدوا حقوقهم. ومنع الكثير من الفتن في تاريخنا، ويمكن لمن يذكره الحادثة الشهيرة مع الرئيس الراحل السادات. خلونا نتكلم بالتفصيل في كل ده النهاردة على مدار فقراتنا، لكن بعد الفاصل تابعونا.